son, Lusayed Martin Griffiths. Thank you very much, Madam President. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة وهنئك على تولي رئاسة المجلس في هذه الفترة العصيبة والاستثنائية. نحن هنا اليوم لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا. ويا ليتنا لم نكن هنا اليوم، فهنالك كثير من النزاعات الأخرى التي لا طائل منها والتي تتسبب بالبؤس حول العالم. لم نكن بحاجة إلى حرب أخرى، حرب بتبعاتها واسعة النطاق، حرب تسببت كما قال فيليبو غراندي بأزمة لاجئين هي الأسرع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لم يكن أحد منا يتخيل هذا اليوم. في الأسابيع التي سبقت الهجوم العسكري في أوكرانيا، وعلى الرغم من التعليقات والتصريحات والتكهنات، واصلت المنظمات الإنسانية عملها. واصلت عملها في منطقة الدونباس، حيث توفر المساعدة الإنسانية ل 1.5 مليون شخص. قامت بعملها هناك من دون جلبة ولا ضجيج خلال السنوات الثمانية الماضية، وهي تواصل عملها اليوم كيفما أمكن وحيثما أمكن. ولكن المنظمات الإنسانية استعدت أيضا للأسوأ. فمنذ أسبوعين ما كان أحد ليتخيل أن نرى هذا السيناريو الذي نراه اليوم، وكان من الصعب التخطيط لهذا السيناريو من الناحية الإنسانية، ولكن المنظمات الإنسانية خططت واستعدت. وضعنا تقديرات بالتعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمات الهجرة الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، تقديرات بأعداد المحتاجين، أعداد اللاجئين والنازحين، وأعداد أولئك الناس الضعفاء الذين سيحتاجون إلى المساعدة داخل أوكرانيا. حددنا سبل إيصال المساعدة الممكنة، واستخدم برنامج الأغذية العالمي قدراته اللوجستية من أجل تحضير سلاسل الإمداد لإيصال هذه المساعدات. وكنا ندرك أننا سنحتاج إلى أفضل موظفينا. كل وكالاتنا الإنسانية بما في ذلك مكتبي أرسلت موظفين إضافيين إلى البلاد خلال الأيام التي سبقت الهجوم. ومع تحول ذلك السيناريو المستحيل إلى واقع، وبدعم من أسنات لوبراني وهو المنسق الإنساني والمقيم، يتواجد حاليا في أوكرانيا. في الأيام الأولى من الهجوم عمل موظفون كما آخرين في أوكرانيا ليل نهار من الملاجئ والأقبية، وتمكنوا من وضع خطتي استجابة أطلقتهما أنا وفيليبو من جنيف الأسبوع الماضي، وحظيتا بدعم سخي من المانحين. سيدتي الرئيسة، هل من حاجة لي أن أصف ما رأيناه وسمعناه عبر وسائل الإعلام؟ عمل موظفون كما آخرين في أوكرانيا ليل نهار من الملاجئ والأقبية، وتمكنوا من وضع خطتي استجابة أطلقتهما أنا وفيليبو من جنيف الأسبوع الماضي، وحظيتا بدعم سخي من المانحين. سيدتي الرئيسة، هل من حاجة لي أن أصف ما رأيناه وسمعناه عبر وسائل الإعلام؟ حياة ملايين الناس قد تدمرت، والناس عاجزون عن البقاء في منزلهم بينما تغلق المتاجر أبوابها وتتوقف وتنقطع خدمات الكهرباء والمياه وتسقط القذائف على رؤوسهم. يتعرضون للخطر أثناء هروبهم حتى أمام عدسات الكاميرا. مر حتى الآن 11 يوما من العنف والألم والخوف، وحتى 6 آذار مارس كانت مفوضية حقوق الإنسان قد سجلت 1207 إصابات مدنية، بما في ذلك 406 قتيل، والأرقام الفعلية من المتوقع أن تكون أعلى من ذلك.
كما سجلت مفوضية اللاجئين وصول عدد اللاجئين إلى 1.7 مليون لاجئ خلال 11 يوما فقط. سيدتي الرئيسة، تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق رهنا بالظروف الأمنية، وبقيادة منسقي الأزمة في البلاد اعتمدنا خططا جديدة لإيصال الاحتياجات أو المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجا، بما في ذلك المناطق والمدن التي سمعنا عنها الكثير خلال الأيام الماضية مثل ماريوبول وخاركيف وخيرسون، وعززنا أيضا من تدابير المساعدة عبر مراكزنا في فينواتسو وأوزهورد والفيف. وكما سنسمع من كاثرين، قامت الأمم المتحدة والشركاء بتوفير الغذاء لمئات الآلاف من الناس، وبرنامج الأغذية العالمي عزز من سلاسل الإمداد لإيصال المساعدات النقدية والغذائية الفورية لثلاثة إلى خمسة مليون شخص داخل أوكرانيا. وقامت منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات علاج الإصابات والإمدادات الجراحية وغيرها إلى آلاف الناس، وسيليها المزيد من المساعدات. مفوضية اللاجئين تقدم المساعدة ولو كانت على نطاق واسع عبر شبكات من المتاجر في ماريوبول وبالتعاون مع منظمات الغير حكومية، كما قامت باستخدام الآلاف من البطانيات والفرش وغيرها من الإمدادات من بولندا وشحنتها إلى مراكزها. وكما سنسمع من كاثي، ستتحدث كاثي عن دور اليونيسف وعن ظروف الأطفال هناك. قام الصليب الأحمر الأوكراني بتوزيع المساعدة الإنسانية إلى الآلاف من مخزوناته الطارئة، بما في ذلك الإمدادات الصحية والغذائية وملابس الشتاء والأدوية. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي المتطوعين في الصليب الأحمر الأوكراني وعددهم 4000 يعملون عبر البلاد، كما أحيي العمال المحليين التابعين للمنظمات غير الحكومية وسائقي الشاحنات الذين ينقلون الإمدادات إلى تلك المناطق الخطيرة. كلهم يعملون على الرغم من الصعوبات والمخاطر. سيدتي الرئيسة، أدعونا للتركيز على أولويات ثلاث من أجل التخفيف من المعاناة التي نراها تتكشف أمام أعيننا. أولا، على الأطراف أن تسعى جاهدة وعلى الدوام إلى تجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمنازل المدنية في عملياتها العسكرية، بما في ذلك السماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية بشكل آمن طوعي بأي اتجاه يختارونه. ولا بد وأن يحظى المدنيون بالاحترام والحماية سواء اختاروا البقاء أو الرحيل. ثانيا، لا بد من السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى مناطق القتال، فالمدنيون في مناطق مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وغيرها بحاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك الإمدادات الطبية وهي إمدادات نقلتها منظمة الصحة العالمية في الأيام الأخيرة. سبل إيصال المساعدة كثيرة، ولكن ينبغي على الدوام أن تقوم الأطراف باحترام واجباتها بمقتضى قوانين الحرب. ثالثا، نحن بحاجة ماسة إلى نظام اتصال مستمر مع الأطراف في النزاع وتطمينات تسمح بإيصال المساعدات. وهذه النظم تعمل في بلدان أخرى كما رأينا. نحن بحاجة أيضا إلى نظام إخطار إنساني يمكن أن يساعدنا على أداء عملنا وإيصال المساعدة. وأنا ناقشت هذه النقاط أصلا مع السلطات في أوكرانيا وفي الاتحاد الروسي. وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، وبفضل التعاون مع الاتحاد الروسي أرسل مكتبي فريقا إلى موسكو لتحسين التنسيق العسكري المدني لأغراض إنسانية بشكل يسمح لنا بتعزيز استجابتنا لكي نبدأ بوضع نظام إخطار إنساني. وهذا يأتي بعد اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضية بين الأمين العام ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وقد أجرت أفريقيا الأمم المتحدة أول اجتماع تقني مع ممثلي وزارة الدفاع. وأنا أرحب بالتعاون من الجانبين وآمل كل الأمل أن نرى تقدما إضافيا في الساعات المقبلة. سيدتي الرئيسة، الناس يراقبون ويشاهدون بينما يأتي هذا النزاع على مدن وعلى المدنيين، وهم يشعرون بالقلق مما يجري في أوكرانيا ومن أثره على العالم أجمع.
وأنا واحد منهم. أشعر بالقلق أيضا بشأن تبعات هذا القتال على أناس في مناطق كثيرة في العالم، فما يجري قد أثر على أسعار الغذاء وأدى إلى ارتفاعها، كما أثر على الإمدادات. وهنالك أصلا أناس في الساحل واليمن والقرن الأفريقي وأفغانستان ومدغشقر بحاجة إلى هذه إلى المساعدات، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما شهدنا ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يؤثر على أناس ما في ذلك في لبنان. لبنان حيث تعتمد المستشفيات ومحطات معالجة المياه على المولدات الكهربائية لتواصل عملها، ونأمل ألا يصرف ما يجري انتباه المانحين وانتباه الساسة عن أزمات إنسانية في مناطق أخرى من العالم. فهذه الحرب قد تكون آخر حرب، ولكنها ليست الوحيدة. لقد اعتمدنا الخطط وحاجتنا الموارد والتمويل لمواجهة التحديات، ونحن نملك القدرة والدراية لأداء عملنا، ولكن بكل صراحة نحن عاجزون عن تلبية احتياجات المدنيين اليوم. كل ما تحدثت عنه هو عبارة عن إعداد وتحضير وتوزيع للموارد، ولكننا حتى الآن عاجزون عن تلبية احتياجات المدنيين، وأمل ألا نخذل هؤلاء المدنيين غدا. شكرا. أشكر السيد جريفيث على إحاطته.